تاج وتعاقدها مع المطرب عمرو جابر، اللي صرح القائمين على الشركة إن أسباب تعاقدهم معاه بترجع لخامة صوته المميزة، ده بالإضافة لنجاحه قبل كده في عدد من الأغاني اللي طرحها. سمعان لسه وحاسة بيا ولا بعدك عني قصر؟ يعني لما هقول بحبك هتقولي لي بحبك أكتر. كاميرا لايت شو التقت بالقائمين على الشركة وبعمر جابر، واللي كشف لنا خططه الفنية الفترة اللي جاية. بداية الموضوع كان ان انا ماضي ديستريبيوشن مع صوت الحب، بس بعد اخر اغنيه اللي هي بعتي ليه طلعت ترند والكلام ده، كلمني اسلام من الشركه وقال لي احنا محتاجين عايزين نعمل ميتنج مع مستر شريف السي او، عايز يقعد معاك وعايز يتكلم معاك في موضوع مهم. بس عملنا الميتنج واقترح عليا فكره البرودكشن ووصلنا لديل كويس جدا، والموضوع كان لطيف وانا تحمست جدا والناس كانت متحمسه للمزيكا اللي انا بعملها، بس فتوكلنا على الله. وعن كواليس اختياره موديل محجبه في الكليب قال: كانت فكرتي انا ويوسف كامل السوشيال ميديا مانجر بتاعي، كانت هي عباره عن ماركتنج تريك شويه ان احنا نعمل حاجه نكاتش بيها اتنشن الناس، وانا كانت فكرتي من وجهه نظر ان احنا نعمل حاجه جديده مش منتشره، ونشجع الناس ان هو لا احنا موضوع الحجاب، الناس البنت المحجبه ممكن تظهر في اي حاجه، مثلا في فيلم في مسلسل في فيديو كليب، تقدر تمارس حياتها زيها زي اي شخصيه عاديه. يعني بشوفك وانت قدامي واقول ازاي دي ما تكونليش، سنين وانا بجري في متاهه ولما وصلت ما لقيتكيش. بحب الدراما جدا حتى لو هي ما لهاش علاقه بالمود بتاعي، ببقى مبسوط وانا بسمع اغاني دراما يعني، بس فعشان كده انا ما بحب اعملها يعني. بس ان شاء الله في اغاني فرايح يعني ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. خلصنا 3 اغاني اوديو وهنبدا تصوير ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي، 3 فيديو كليبس للثلاث اغاني. عندنا 3 اغاني مش هواسيك، كلمات هاجر نبيل وتوزيع احمد نبيل والحاني، وعندنا زمانك نسيتي كلمات عماد عيد وتوزيع مهيب سليط والحاني برضو، انا كل اغاني الحاني، وبقول عادي كلماتي انا وعماد عيد وتوزيع احمد نبيل ان شاء الله. هو صوت كويس جدا، طموح، بيركز كويس قوي في كل تفصيله، وده بيبقى واضح جدا من الشغل معاه. ان شاء الله في 3 ميوزك فيديوز هينزلوا في خلال السنه اللي جايه او السنه اللي جايه، والباقي بقى ده خليه مفاجآت ان شاء الله. شركه صوت الحب موجوده، توقفت عن الانتاج لفتره، ودلوقتي احنا بقينا شايفين ان الماركت او الاندستري محتاجه ان احنا نخش تاني ونرجع تاني بالاسم. Watch it.